الاستعداد للقاء الله، أترونه يصدق على من في بيته التلفاز والدش؟ أو وجود هذا التلفاز والدش وسيلة للاستعداد للقاء الله تبارك وتعالى؟ إن التلفاز يعتبر كلية وجامعة في تدريس الشر بشتى صوره وأنواعه. يذكر أناس أن اللصوص الذين برعوا في اللصوصية في تسلق البيوت وفي تزوير الشيكات وتزوير المفاتيح وفتح الخزانات المستصعبة وسرقة المؤسسات والشركات استفادوا ذلك من التلفاز. أبرع الطرق في التلصص استفادوها من التلفاز. إذن مدرسة في تعلم السرقة ليست في الاستعداد للقاء الله. طريقة اختطاف الشخصيات السياسية والاجتماعية أو الأطفال ذكورا وإناثا، طريقة الاختطاف بأبرع الطرق مستقاة من التلفاز والدش، يرونه في مسلسلات معينة كيف يستطيع اختطاف وزير أو سفير أو محافظ أو ضابط أو عقيد أو نحو ذلك، كيف يتابع، كيف يطارد، كيف يلاحظ، كيف تستغل اللحظات الحاسمة إلى غير ذلك، كلها من التلفاز. كيف يتم اغتيال أناس دون أن يكتشف القاتل، وما هي الطرق البارعة التي يتم من خلالها قتل فلان ابن فلان دون أن تكتشف الجريمة؟ بأساليب ملتوية، كل هذه في أفلام تشهر عبر التلفاز والدش. كيف يكون للفتاة عشيق وكيف يكون للشاب صديقة دون أن يكتشف الآباء والأمهات؟ وما هي الوسائل والكلمات التي لو دخلت على الفتاة أمها وهي تتكلم مع صديقها كيف تستطيع أن تنطلق في حوار نسائي حتى تظن أمها أنها تتكلم مع صديقتها؟ كيف يتم اللقاء وعلى الحديقة أو على الشاطئ أو في أي مكان معين دون أن يكتشف الآباء والأمهات؟ وكأنهم يدرسون الشباب والشابات كيف يكونون فسقة ومجرمين. ثم بأسلوب آخر، إن دينكم وعاداتكم حالوا بينكم وبين أن تكونوا كهؤلاء، فثوروا على عاداتكم ودينكم إن أردتم أن تنالوا شهواتكم. مدرسة في كيفية خيانة الرجل لزوجته بأن يكون مزوجا وله عشيقة أخرى دون أن تعلم زوجته، أو امرأة تكون زوجها يكون لها عشيقة دون أن يعلم زوجها، وكيف تتم المواعيد هنا وهناك إلى غير ذلك من القضايا التي يدرسها التلفاز. كل هذا موجود. وكيف يصح لك أن تنظر إلى امرأة متبرجة في التلفاز؟ وكيف يصح للمرأة أن تنظر إلى شاب في التلفاز؟ الرجل أمامها في التلفاز وزوجها موجود وهو ساكت، والمرأة في التلفاز ينظر إليها الرجل وزوجته موجودة وهي ساكت. صلح جرى، وإلا فإن الرجل غيور على امرأته لا يحب أن تنظر إلى سواه،
والمرأة غيورة على زوجها لا تحب أن ينظر إلى سواها، لكن أسكت لي أسكت لك واسمح لي أسمح لك. نعم، كيف يصبر الرجل وزوجته وبنته يشاهدون فيلم المصارعة؟ أي الله المستعان، الرجل عريان أمام زوجتك وابنتك وأختك، اتق الله. ليس عليه إلا ما يستر العورة المغلظة. أنا أتحدى من يستطيع يلبس ثياب المصارع أمام ابنته وأخته وأمه وزوجته وزوجته ويسمرون على هذا الحال، من هذا الذي يستطيع؟ أنت أقرب إليهم من هذا المصارع. صابر أنت أن ينظر أهلك إلى ذلك المجرد عن ثيابه وينظرن إليه مفتول العضلات في حال مصارعة يتقلب على كل جانب، وعيباه. نعم هذا حصل. يا أيها الإخوة، أناشد كل شخص في بيته التلفاز عند أن يجلس يتذكر كلامي هذا، كما أنني أناشده أن ينظر بصدق، أذلك الذي يعرض أمامه يصح أن يستعد به لدخول الجنة؟ أهذه سبل يصل بها الإنسان إلى طريق الجنة؟ لا والله، إنها سبل النار، إنها سبل النار، ومعاصي تودي بصاحبها إلى عذاب الله. فليتق الله كل امرئ أدخل هذا الجهاز في بيته. يا أخي، الذي يحصل في قلبك عند النظر إلى امرأة يحصل في قلوب النساء أكثر منه، لأن الرجل أكمل عقلا من المرأة كما جاء في الأحاديث. ألقاه في اليم مكتوفا وقال له: إياك إياك أن تبتل بالماء. ربطه ورمى به في البحر، اليم هو البحر، وقال له: إياك إياك أن تبتل بالماء. والرجل يلقي بابنته وبابنه وأخته وزوجته، وبعدها: يا ولد احفظ شرفك، يا بنت احفظي شرفك، انتبهوا، لا أرى أحدا يدنس عرضنا، نحن بني فلان، أنت ابن فلان، أخرج الجهاز من بيتك، علمهم كلام الله، علمهم كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما أن ترمي بهم إلى المخاطر ثم تريد أن ينجو من ذلك الشر، فالنجاة محتملة. ولقد يصير لنابليث طعمة من بات في غاب ليؤفي نزيلا. من بات عند الأسود أصبح طعاما لأنيابها. نعم، لكن بارك الله فيك، إذا أردت الصلاح فأقمهم على طاعة الله. نعم، بعض الناس يا أيها الإخوة لا يدري كيف يحب أولاده. قوا أنفسكم وأهليكم نارا، هذا هي المحبة، هذه هي المحبة. أما هذا أحبهم فأتاهم بالتلفاز، زادت المحبة جعله ملونا، أما إذا طفحت المحبة أتاهم بالدش الرقمي. هذا عند بلوغ المحبة إلى منتهاها. وبعض الناس وسع الله عليه يزور أخته في العيد ويهدي لها تلفزيون، هذه صلة الرحم في نظره، العياذ بالله، هذه قطيعة رحم، هذا دفعها إلى معاصي لا يحصيها إلا الله،
وهو المتسبب في ذلك. يا أيها الإخوة، سؤال علمي نريد أن ننتبه للجواب عليه. لو أن رجلا يقرأ في كل ليلة 5 أجزاء من القرآن، عمل صالح هنيئا له، لكن ما ينتهي إلا بعد منتصف الليل بوقت، فينام مرهقا، فإما أن تفوته الجماعة، وإما أن يخرج وقت الصلاة ولم يصلي، تشرق الشمس قبل أن يصلي وهو نائم، وإما أن يستيقظ لصلاة الفجر وهو نعسان متثاقل. فتلاوة القرآن نافلة لكنها أضرت بالفريضة. ماذا سنقول لهذا الشخص؟ نقول يكفيك جزء واحد وتنام من أجل أن تقوم لصلاة الفجر نشيطا. هذا هو الجواب. لماذا؟ حفاظا على صلاة الفجر. ونقول له ما دامت صلاة الفجر تضررت يوما بعد يوم، فحرام عليك أن تسهر على تلاوة القرآن، لأن صلاة الفجر تضررت وهي الواجبة. فإذا كنا نهيناه من تلاوة القرآن حفاظا على صلاة الفجر، فكيف بمن يسهرون على التلفاز والدش وتتضرر صلاة الفجر؟ نعم، هذه مسألة يغفل عنها الكثير. تضررت صلاة الفجر. انظر كم الذين يصلون في المسجد في صلاة الفجر. بعض الناس يا أيها الإخوة، بعض الناس لغز. لغز، كيف ذلك؟ لو أن رجلا مسلما ورجلا غير مسلم كلهم حلقوا اللحى ولبسوا البنطلونات، المسلم وغير المسلم، فقيل لك أين المسلم من هؤلاء؟ تقول ما أدري. جيد، إن شاء الله إذا أذن المؤذن أنا سأخبركم من هو المسلم. أذن المؤذن والإسنان كل واحد في بيته، ما خرجوا، ما استطاع يميز. يقول سأنظر من الذي سأسمع من بيته القرآن فهو المسلم. سمعهم كلهم يغنون. يقول انتظروا لصلاة الفجر، انظر من يخرج، بيوتهم مغلقة كلهم. هذا لغز، ما هو، لم يظهر عليه الطابع الإسلامي، ولم تظهر عليه علامات الإسلام. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا أراد غزو قبيلة وقف بجانبها ويبيت، فإن سمع أذانا رجع، وإن لم يسمع أذانا داهمهم، وجعل عدم صلاتهم دليلا على عدم إسلامهم، جعله دليلا على عدم إسلامهم. لهذا أيها الإخوة، لا بد أن ننظر ماذا قدمنا لغد، وكيف يتم الاستعداد للقاء الله تبارك وتعالى. قدمت لكم هذه المادة من موقع علماء الدعوة السلفية في اليمن.